متابعي قناه انفاس بريس، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقه دي غادي نناقشوا الاشكال تاع ملعب محمد الخامس مدينه الدار البيضاء، علاش الملعب من تاهيل الى اعاده تاهيل من شركه الى شركه اخرى، فين كاين الخلل، واش كنا مضطرين اصلا باش نحيدوا الكازا ايفنت ونعطوا لشركه سونارجيس، واش شركه سونارجيس قادره باش يعني تعاود توهج لملعب محمد الخامس. من اجل مناقشه هذه القضيه دي نستضيف السي العربي رياض الصحفي ومهتم بالشان المحلي، وايضا السي جواد رسام مستشار محلي بمقاطعة سيدي بلوط مدينة الدار البيضاء. سي العربي، شنو الأخطاء اللي دارت شركة كازا إيفنت حتى اضطر مجلس مدينة الدار البيضاء باش يلغي الانتداب ديالها للملعب محمد الخامس؟ هو في الحقيقة لا أحد يعلم مدى فيما أخطأت شركة كازا إيفنت. اللي خصو يقول لنا شكون اللي خطأ هو مجلس مدينة الدار البيضاء اللي كتشتغل عنده شركة كازا إيفنت. يقول لنا واش غلطات ما غلطاتش، شنو الأخطاء اللي دارت. أضيف إلى ذلك أن يعني رئيس مجلس الاداره ديال هذه الشركه هذه اللي هي شركه التنميه المحليه راه هو سيد الوالي. سيد الوالي يعني اليوم المفروض اخلاقيا ومنهجيا انك نقدموا اليوم حصيله ديال كازا ايفنت انها ما استطاعتش انها تنجح مثلا في تدبير المركب الخامس محمد الخامس، او انها قادره ولكن سونارجيس او احنا فكرنا انه ندوروا هذا الاداء بما هو احسن. جيو عطيونا بينو كازا ايفنت على مستوى ملعب محمد الخامس كانت غير مكلفه غير بالطريقه تاع تنظيم الولوج لهذا الملعب، ولا اللي كانت تاهيل تاع الملعب باش نوضحوا للناس؟ لا، التاهيل كانت مكلفه به كازا اميناجمون ماشي كازا ايفنت. كازا ايفنت هي فقط هي مسيره للملعب، هذا هو اللي كان عندها. اما التاهيل ديالو هو كان كازا اميناجمون، باقي نعقلوا بانه في اطار البرنامج التنموي لمدينه الدار البيضاء الجهه القديمه. لا يعني في الجهه القديمه كنا خصنا 22 مليار باش تاهلنا هذا الملعب. هذا الملعب كتب عليه انه ما يتاهلش، 22 مليار ما قداتوش، ومن بعد طالبوا بزياده ديال 9 مليار، ومع ذلك احنا كنشوفوا اليوم بان هذا الملعب النتيجه من 2014 الان حصيله الى 10 سنوات ان هذا الملعب. وهنا في الحقيقه في خصنا نوقفوا كيفاش الملعب ما تاهلش وما عندوش لي نورم الدوليه. علاش الملعب ما تاهلش رغم هذه الملايير اللي ترصدت لها شي جواد؟ واش هذا الملعب بصح يعني تحول الى نفطه ولا واحد وصمه عامر على مستوى مدينه الدار البيضاء بعد ان كان يعني تحفه من تحف المدينه؟ هو بالحقيقه اللي خصو يجاوب على هذا السؤال هذا هو اللجنه اللي دارت ديال التتبع من بعد الضجه الكبيره اللي تمت سواء على مستوى مجلس المدينه واللي كان الاجماع ديال جميع التلاوين السياسيه على ان كاينه اشكاليه ديال التدبير ديال المركب، خصوصا بعد التمويلات اللي تعطات في ميتو. وفي الاخر كنلقاو بان عندنا واحد المسبح اللي فيه واحد الكوارث كبرى، كاين المخازي اللي كاينه مجموعه من بعض الجمعيات اللي كاينه مدينه تحت الملعب. الان اللي يمكننا اننا نجاوبوا عليه هو الان كاينه واحد التغيير تعطات هذا المرفق هذا، بالاضافه الى مرافق اخرى اتفاقيه اللي ساكته عليها لان خلاتها فاك. يلا غدرت لنا جوج ديال المرافق العربي الزاولي والمركب ومرافق رياضيه اخرى كلها فاك، وهنا هذا سؤال توقف يمكن نناقشوا من بعد. السؤال اللي كاين حولنا تسيير وتدبير لهذه الشركه الوطنيه لتدبير المنشات الرياضيه، ولكن ما درناش تقييم علاش حولنا. بما ان حولنا كاينه ازمه، الازمه هي اللي الضجه اللي ناضت عليها، خاصو يعطيونا علاش. وبالتالي خرجوا بان هذا كازا ايفنت ما قدراتش انها تدبر ورصدنا لها مبالغ كبيره، اذا المحاسبه خصنا نحاسبوا مجلس المدينه، حيت مجلس المدينه هي كازا ايفنت هي اللي حاطه هذيك تدبر بلاصتها، ماشي انها تجي في واحد الظرف وجيج وتجي السلطه وتعطي واحد الاتفاقيه اللي اعطينا قوه كبيره لجهات اخرى اللي ما عندها علاقه بالرياضه، ونعطيها لهذه الشركه في التدبير ديالها وتدبير غامض، لان الاتفاقيه خرجت فيها بزاف ديال النقاط يمكن ناقشوا المشروع من بعد الاتفاقيه. ولكن السي العربي، انتم بالنسبه لك يعني متتبع الشان المحلي، دائما كانوا البيضاويين يطالبون يعني بالغاء الشركه تاع اللي تاع كازا ايفنت ما تبقاش تهدى مع محمد الخامس نظرا لتناسل الفضائح تاع مع محمد الخامس منذ ان تكلفت هذه الشركه. الان يعني مجلس المدينه عنده الجراه قال بان صافي كفى. ولكن خرج علينا انت تدبيرك غتخرج تقول لنا بعد تقييم الاداء ديال هذه الشركه وقفنا على النقاط التاليه، واحد اثنان ثلاثه اربعه. الخطير شنو هو؟ فقنا واحد الصباح المستشارين بما فيهم المستشارين اذا سولتيهم فقوا واحد الصباح قال لهم لا راه كاين واحد الاتفاقيه مع سونارجيس. علاش كيفاش؟ من اتصل بمن؟ واش مجلس المدينه اللي عيط على سونارجيس قال له الله يرحم باك، ولا سونارجيس جات قالت لهم شي انا راه واعره بزاف انا نسي. اللي غيعطيك هذا الجواب ما كاينش، والجواب انا متاكد انك ما تلقاهش عند المنتخبين.
اللي في مجلس مدينه الدار البيضاء اللي هما 103 ولاو كيبانوا لنا زايدين ب 143 عام معمرين بهم السوق كاينين تما ما عندهمش جواب. ولكن الخطوره هي كيفاش كنجريو الامور وعلاش وشنو هي المسببات وشنو هي وشنو هي الحاجيات كتفيق مع الصباح لا راه غادي نديروا واش عيطوا لكم كهاد السوناج قلت لكم حنا راه مجهدين بزاف هذا وقلت لهم ايه واش نتوما اللي عيطتوا على سوناجيس وقلتوا لها من اتصل بمن؟ الا جاوبنا على هذه الاسئله غنبداو نفهموا بزاف الاشكالات اللي هي اللي طيحات كما قال جواد في الاول اللي طيحتنا في اشكالات في البنود ديال الاتفاقيه لان ما كاينش وضوح وبغينا نديروها في دوره استثنائيه. علاش هذا الاستثناء؟ لماذا هذا التدوير معلمه تاريخيه وطنيه كنديرها انا في دوره ديال الاستثناء بدعوى اننا لا كوب دافريك غادي نطان هذا الدوره الاستثنائيه. يعني كان البعض يقول بان الدوره الاستثنائيه كانت تخصص اصلا لنقطه فريده هي ملعب محمد الخامس بعود ما حشروها بواحد 46 نقطه اللي يعني كان يعطوا المجال للمنتخبين باش يعبروا كذا. راي اخر تيقول لك لا خصنا ندير واحد يوم دراسي باش نوقفوا كما قال السي العربي رياض على التقييم تاع الشركات التنميه المحليه كذا. هو من الناحيه القانونيه بعدا من حق مجلس المدينه يدير النقط اللي شافها في جدول الاعمال. يمكن كاين بعض النقط كيدار كذا شان مسائل داخليه ما يمكنلاش ندخلوا ولكن في هذا الشق ديال هذا الاتفاق كاين مساطر يجب اتباعها واحترامها. اولا خصها تدوس في اللجان واعتقد انه ما داش في اللجان ولا غدوس في اللجنه داس في اللجان بشكل بشكل لا ما داش بالشكل اللي غادي نناقشوا البنود الحقيقيه للاتفاقيه. حدا الاتفاقيه فيها اطراف هذه اللجنه اش غتناقش؟ غتناقش لينا بعدا المبدا هو واش غادي تكون واحد الاتفاقيه ولا ما تكونش. عاد الكونتور اللي خصها تكون فيها اربعه الاطراف. البعض اللي تيقول بان خاص تكون دوره استثنائيه تخصص لهذه النقطه الفريده هي مع محمد الخامس باش اولا نعطيو القضيه الاهميه اللي تستحق وثانيا يكون واحد المسائل واحد المجال للنقاش هادشي اللي خصو يدار وخصو يدار مع مساله اخرى وهي ربط المسؤوليه بالمحاسبه. لان هذه نتيجه هذه نتيجه ديال واحد الخلل معين عطاتنا بانت لهاد لي ديسيدور انهم خصهم يديروا هذا الاتجاه هذا. مزيان حنا باقي ما نحكموش على الامر من الاول ديالو ولكن اللي نقدروا نحكموا عليه هو كاينه ازمه عطيونا فين وصلتوا فيها شكون اللي كان مكلف بها وشكون المسؤول عليها ونحاسبوه. ديك الساعه يمكن المغربي دافع ضرائب يعرف بان هاد الفلوس اللي تعطات لهاد سميتو تخسرات في من غنشدوا. دابا الطمس هذه الطمس ديال واحد المرحله وغادي تدوز ما غاديش نبقى نسولوا عليها لان حنا ولفنا هاد العمليه كدوز البيريود ما بقاوش عاقلين بزاف ديال الحويجات دازو ما حاسبناوش. الان تنقولوا خاصنا نقول لنا شكون المسؤول على هاد الفضيحه هادي ولا كانت فعلا كازا ايفنت. باقا كازا ايفنت عندها بزاف ديال الحوايج كتسيرها وكاين شان كازا ايفنت كاينين مجموعه من الشركات ديال التنميه اللي عليهم اشكال كل وحده دايره فضيحه في بلاصتها. السي العربي دابا كازا ايفنت يعني غيتم يعني وتم الغاء العقد ديال على مستوى ملعب محمد الخامس ولكن ما تشوفش بان يعني كان الاولى اننا نديروا واحد يوم دراسي كما تيقول بعض المتتبعين من اجل مناقشه كما قال شركات التنميه المحليه فين نجحات وفين فشلات. اولا انا كيبان لي خصنا نبداو من الشق القانوني. فين هو الالغاء ديال الاتفاقيه مع كازا ايفنت؟ جابوا شي الغاء بعد ما كندخلش الاتفاقيه نجيب بعدا الالغاء. دابا واش حنا عارفين واش الغاء؟ واش لغيتو تكون في دور استثنائي؟ انا مثلا كنتخايل غدا مثلا كازا ايفنت شي جرأة ما دعي مجلس المدينة انت ما لاغيش معايا غادي كدير في اتفاقيه زعما جيبوا بعد الالغاء ديال هذيك الاتفاقيه. هو بحال طيح الطاجين راه الناس راه كيزربوا داك الشيء فزعين. سير ديال الالغاء سير ديال الصفقه وفق الشروط وفق قانون المنافسه وفق كذا حوايجي دير هاد الصفقه. ثاني حاجه ولكن ما تشوفش السي العربي ان فشل تحت المجلس لان شركه التنميه المحليه كازا ايفنت هي منتدبه من طرف المجلس يعني بحال شي وليد ديالها ولا بنيه ديالها يعني تتقول انا فشلت في تدبير هذا الملعب هذا وانا لان فشلت غنجيب واحد الشركه اخرى خارج الدار البيضاء باش تسير لي هذا الملعب. راه اللي خطر منه السي بوستاشنا هو في الشكل راه هادشي علاش كنقولوا للاخوان الله يهديهم قاش تزربوا لان تسيئون للجميع. مؤسسه الوالي اسانا اليها كيفاش؟ شكون هو رئيس مجلس الاداره؟ ديال هاد الشركه ديال كازا ايفنت والولايه ملي كتجي الكونترا كتلقى الولايه داخله في الاتفاقيه. اشنو الوالي انت مقلق على راسك على شريكتك اللي كنت كتراس وعلاش كنقحموا الولايه في هاد الاتفاقيه؟ علاش؟ الولايه عندها وظيفتها اللي كنعرفوها هي الحفاظ على النظام العامية سير الامور تطبيق القانون راه معروف هادشي ما خص ماشي ضروري نكتبوه. كنجيو كنلقاو بانها حتى هي داخله مدخلينها في الاتفاقيه وكتقول بانها ستشرفوا على شكون كيشرف من غير السلطه؟ شكون كيشرف على تطبيق القانون؟ شكون اللي كيسهل الامور؟ ما كانش من الضروري كاع نديروا لا زعما شي حشو بزاف ديال الحشو والتكرار زعما اللي دار هذيك الاتفاقيه يقرف الشهاده يسقط لانه واحد الحشو زعما كتفكرناش كدير الولايه راه الولايه معروف اوتوماتيكيا يعني هي اللي كدير هذا الشيء. ثاني حاجه كاين هذا المشكل ديال ان مؤسسه الوالي هي
في نفس الوقت هي رئيس مجلس إدارة شركة إيفنت. هل الوالي يوقع عن فشل شركة يرأس مجلس إدارة؟ ولاش حطنا الوالي هنايا بعدا؟ لأن تبداو تقنزعوا في هذه المؤسسة على والو هيبة الدولة وكذا كنحطوها في انا ب يعني تصفح سريع، اي واحد يصفح سريع الاتفاقيه المكونه الاتفاقيه الاتفاقيه هذه المبدا ديالها هو اننا غنعطيو هذا المرفق هذا تسيروا الشركه. كنجيو البنود ديالها تلقاو بان كاين واحد جوج لجان، كاين اللجنه ديال القياده تسمى هما لجنه القياده فيها 12 جهه مكونه من 12 جهه بدءا بالرئاسه اللي هي الرئيسه ديال المجلس المدينه مع اربعه ديال النواب ديالها في الشان الثقافي وممتلكات واقتصاد وكذا وكذا والوزاره وكذا 12 سميتو. وكاينه لجنه اخرى اللي هي اللجنه ديال التتبع مكونه من واحد سته ديال المكونات. دابا اللي بغيت نعرف انا واش اللي غتسير الشركه اللي غتسير دابا ولا هذه لجنه التتبع اللي مكونه من 12؟ اذا ضروري كاين انا نقدر نلزم بان من الان نحكم على ان هاد التجربة غتكون فاشلة. واش المسات على لجنة التتبع اللي كاينة الآن في مجلس المدينة اللي تتبع ملعب محمد؟ دابا لجنة التتبع أنا ولينا إلا سمحتي لي ولينا في ضرب القوانين، لأنه أنا القانون التنظيمي المشرع عاطيني بأنه لجان تنتخب هي اللي كدير التتبع عندي أصلا، المشرع عاطيها ليا. كيفاش كتجي أنت في اتفاقية كتفرض شي لجنة ديال التتبع شي وحدة أخرى في شي شكل على هواك من تكون وانت يا من صغت ووضع موظفي تاع المجلس الجماعي راه اشاره هذيك قدروا قبلوها ولكن ملي كتجي كتضرب شوف اللي خطير اللي كنضرب عنق القانون زعما راه هنا راه كيبان لي زعما عيب على الاحزاب انها تدخل في بحال هذا الشيء. لانه انا اللي جات تتبع تنتخب، حنا كنا كنعرفوا راه عندي انا لجنه ديال التتبع ديالي في مجلس المدينه، انت كتفرض عليا في ديك الاتفاقيه شي لجنه اخرى ديال التتبع وفيها مكونات خارجيه. لا خلي هذيك اللجنه وزدت عليها مكونات خارجيه اللي هو لا علاقه لها بالمجلس. شي فين التدخل هذا باش كوميتي دو بيلوطاج. كوميتي دو بيلوطاج شنو اللي خطير؟ كنلقى بان الرئيس ديال الكوميتي دو بيلوطاج هي العمده. شكون اللي تابعها في التالي؟ ممثل الوالي. هل تحكمين على الوالي؟ زعما شكون لاياج؟ زعما واحد كيبان لك داك الشيء مكتوب على زعما بالزربه وغير مدروس. هذا على مستوى الشكل، على مستوى المضمون استجواب الرسامي كيفاش لا ما تكملناش الشكل غير الا سمح لي نجاوب. كنجي كنلقى تما الى تاخذ لا ماشي لا لان شي حوايج لان خص الناس يعرفوا واش كاري. كتجي كتعطيني اتفاقيه الصفحه الاولى ديالها بديليه بوزاره الشباب بوزاره التربيه الوطنيه والرياضه مزيان. ملي كندخل البنود الجماعه ما عندهاش علاقه بهذه الوزاره، عندها علاقه بواحد الشركه خدامه عند ديك الوزاره. اللي تدير ليا اش بيني انا كجامع اش بيني وبين الوزاره؟ هو الامر كان ان يكون سهل وبسيط في اطار حكومي تنوض جماعه الدار البيضاء او وزاره الداخليه تفوت هذا الملعب لوزاره التربيه الوطنيه ونبينا عليه سلام وسلينا هذه القصه كاع. سالينا هذه القصه يعني جماعه الدار البيضاء توقع اتفاقيه مع لان هذا قطاعات تابعه، لان هذه مصلحه من المصالح الخارجيه ديال كل وزاره. هذه الشركه تابعه كما قال العربي تابعه للوزاره ديال الولاد الجديده ديال التعليم والرياضه وكذا وكذا. سهله ان جوج وزارات يديروا اتفاق يدوزوا كيف ما دوزوا الملاعب من الشباب والرياضه سابقا الى التعليم يدوزوا هذا المرفق هذا. وكل المرفق تابع جماعه الدار البيضاء ماشي مشكل، كيبقى ديال البلاد. يمكن انهم يديروا شي بروتوكول ويشوفوا اتفاق ويدوزوا اللي يمكن نناقشوه الان. اللي هو خطير وهو المستفيدين والمستغلين ديال المرفق مثلا ديال الملعب ديال الدار البيضاء، ملعب محمد الخامس اللي هما الرجاء والوداد. دابا الرجاء والوداد دايره تسعيره معينه، بعض المرات كنسمعوا بان فريق الرجاء عوض ما يدير تسعيره اليوم غادي نديروا 50 درهم، لا اليوم نديروا 100 درهم، اليوم غنديروا 30 درهم. يعني كاين هذه الاراده ديال الفريق باش هو اللي كيتحكم في الجمهور ديالو وشحال بغى يدخل. الان هذه العمليه ما مناقشاش. كاينه حاجه واحده اللي كنقولوا هو ان الوزاره مجلس المدينه مع الشركه في الاخر العام غيدير واحد المحاسبه وياخذوا 10% ديال الشركه، وفي حاله ما مثلا ما وصلوش ديك العمليه ديال 10% في شي نشاط من الانشطه ديالها خصها تاخذ واحد 48 ميل درهم وكاك فورفي تاخذ الشركه سميتو. مع العلم اننا عاطين الضوء وعاطين الماء وعاطين كلشي وعاطين الموظفين عاطين الموظفين ديال المجلس المدني ميزا ديسبوزيسيون لهاد الشركه هذه. دونك في هاد التخربيقه هذه خصهم غير الطريوت. وهنايا غنرجعوا لواحد العمليه، كاين واحد راي اخر عاوتاني تيقول علاش ما نكونش اكثر جراه، وهذا الملعب محمد الخامس تلعب فيه الرجل الوداد نعطيو الرجل الوداد يديروا مشاركات ويسيروا مثلا
مثلا هذه فهامه من الفهامات. وشوفوا واش هاد الرجل ولا تما قادرين. شوفوا الا جلسنا وكانوا الحكماء وكانت اراده حقيقيه ديال هاد الناس ديال مجلس المدينه، حنا راه من النهار الاول كنقول مجلس المدينه غادي غير بلا بوصله، كيعيش بالمزازيه. هذه يمكن شي جلسه من الجلسات تعطى هذا الراي وقالوا لا، لاننا كنعرفوا بان الضربه لا تسير من طرف المستشارين، تسير من طرف اخرين اللي ما عندهم علاقه، لا هما منتخبون ما واخدين مصداقيه ديال الشعب، يسيرون داكشي اللي كنشوفوا النتائج. قيس ذلك على هذا الملف هذا ديال الملعب، والملفات راه هي كثيره. اخر محور السي العربي هو ان دابا الملعب غيتغلق ابتداء من الموسم المقبل، الرجل الوداد فين غيلعبوا وكيفاش غيدبروا الامور ديالهم؟ عاوتاني واش دير بغا يتنقل يعني المحنه تاع البيضاوي عاوتاني مش اش كان هو اول ملاحظه عاوتاني يعني من بين الملاحظات اللي في الاتفاقيه هي عدم اشراك الفاعلين الاساسيين لي زانيماتور اللي هما الرجل الوداد. كيف ما محلهم في هذا راه هما اللي خدوا 500 مليون الى جات الوداد غدا مثلا وقال لك اسيدي انا بقيت كبار نلعب كاع في الدار البيضاء انا غنصاوب شي تيران ديالي اش غادي دير انت بهذا التيران؟ زعما على الاقل في المقاربه التشاركيه كان عندنا اننا نشاركوا معنا الرجاء والوداد اللي هما فاعلين اساسيين. وكاين الرجاء والوداد انه خدم مثلا رئيس مجلس العماله تاع الدار البيضاء شكون هو؟ سعيد النصيري رئيس مجلس السلطان. ولكن دابا حنا مؤسسين كنلقاو مجلس المدينه اللي دار هذا الشيء. مجلس يعني غيكون تما تفاوضوا معاهم تحاوروا معاهم تناقشوا معاهم مع بالسنه. ما كاينينش اسماء ولا ما كاينينش اتفاقيه حيداهم. على شنو اللي كاين اللي عندنا قدامنا؟ عندنا اش طريف خفاء لا يعلمه الا الله. احنا غير هذاك الشيء اللي قدامنا راه ماشي طريقه هذيك، انه كتجيب واحد الشركه. السؤال العميق وانت كتعرف هذا الشيء سيدي حماد وانت راك خدام على الشان المحلي، احنا عندنا اربعه ديال الانواع ديال التدبير في المدينه يعني في المغرب في الجامعات. عندنا التدبير المباشر، كان عندنا التدبير عبر الوكالات في الضمانات، وكان عندنا التدبير المفوض، وعندنا التدبير عبر شركه المياه. جميل. هذا النوع ديال التدبير وهذا النوع ديال الكونفرنس في اي اطار لا يخضع قانون الصفقات، هذه ما غاديش تمشي اعلان عن صفقه وتجيبها. انا غير اللي كيفكروا في هذا الشيء غير ديروا هذاك الشيء بلي نور دايور عندها هي فافور، قالت لك بان عطيها لوزاره الشباب عطيها 25 مليار صافي دير. الا دخلتي الا درتي صفقه راه ما كاينش غيزيد على ان اللي يجي معها مزيان جميل. دير حتى قانون الصفقات العهدي وشهاده تدبير مفوض، اش غنسميو هذا النوع ديال التدبير؟ راه ناقص العلوم السياسيه والعلوم القانونيه تدخل. دابا مجلس المدينه كسؤال اخر سي جواد، مجلس المدينه دابا يعطي الشركه سوناريجيس تاهيل وتدبير هذا الملعب محمد الخامس، ولكن بيضاوة في الاخر مع ما غيتحاسبوا؟ واش يتحاسبوا مع مجلس المدينه اللي الملعب تابع ليه سياسيا، ولا يتحاسبوا مع شركه سوناريجيس؟ هو بيضاوة راه خصهم يتحاسبوا، هما كيتحاسبوا حتى واحد ما تيتسوق لهم. لا ما يتحاسبوا شكون هنا عندني واحد البند خطير جدا في الماده السابعه هو تعديل الاتفاقيه. اش كيقول هذا البند هذا؟ باش تعرف بان المساله ما مركباش وما مغيزاش من الناحيه القانونيه. تيقول لك بان الا كان شي تعديل من حق اي طرف من الاطراف اللي هما اربعه، وزاره والشركه والجهه باش يجي على الولايه ومجلس المدينه. الا بغى اي طرف يعدل ما عليه الا ديال الاقتراح. مزيان راهنوا بجوج شروط، صادق عليه المجلس ويفيزي عليه الوالي. دابا تخيل معايا وزاره التربيه الوطنيه التربيه وكذا وكذا بغات دير تعديل، خصها يجي عند مجلس المدينه، ما نصادقش عليه ما ندوزوش دوره. ما يعني هذا البند هذا نشاز اللي مصوبه ماشي قانوني، هذا مصوب في شي بلاصه مصوبين مستشارون ولا شي لعيبه. علاش؟ اللي ما عندهم علاقه. هذا هو المشكل ديالنا حنايا، كتحط الرجل المناسب في المكان اللي ماشي مناسب ولا العكس، كنحطوا اللي ماشي مناسب في المكان اللي خصو يكون فيه. هذا غير البند، ما لقينا البنودات الاخرين، البنود الاخرين غنلقاو بزاف ديال الاشكالات. اذا اشخاص تريوت كما قال الاخ عربي يدوز بعدا في القوانين، يدوز في اللجان اللي تدرس مزيان. واللجان ديالنا راه عندنا ديال مجلس المدينه، ما يمكنش ان هذه اللجنه خارجيه ما عندها علاقه بمجلس المدينه، لان كاين الدائمه المؤقته. هذه ما هي دائمه ما هي مؤقته، هذه لجنه من خارج المجلس ديال، لان فيها اطراف اخرى خارجه كيحكمهم قانون اخر، كيحكمهم عندهم مسيرين اخرين. اذا هذه اتفاقيه خربيقه بكل صراحه، ما كتخدمش المواطنين، ما كتخدمش البيضاوي، ما كتخدمش الفروق الوطنيه الجوج اللي كاينه عندنا واللي هي ليماج ديال الدار البيضاء. اذا طريتوا شويه، وهذا التسرع اللي داروا بالزربه وغادي يدوزوا انا الخميس في سميتو غادي داسنا الخميس، وبانت لي بان يمكن الا كان شي ملحق بهذه التعديلات هذه يشوفوا يفكروا، وبيضاوة شويه يديروا الضغط ديالهم، والفرق الوطنيه الرجاء الوداد يقولوا لنا اش كاين، ما يبقاوش ساكتين.
انا خدمه لي كوليس مابقاش خدامه يخرجوا للعلن خاصه انا دابا الوداد اللي عنده المشكل العام الجاي لان شامبيونز ليغ وكذا الرجاء مازال البطولات تلعب في الطاس ولا تلعب في متتبع. شكرا شي زواد هو باش نعرفوا بان هادشي من الخيمه خارج مايل كتجي واحد الشركه تقول لك انا عندي 25 مليار عطيها لي وزاره التربيه الوطنيه والرياضه راه باش ندير لكم انا التاهيل. واش هاد الوزاره دارت تقييم دارت دراسه واش خاصنا نيت هذاك المبلغ للتاهيل اش غنديروا اكثر منه ولا قل منه باش كتعرف هادشي كله على الله. وهاد النوع ديال التدبير ديال الله رانا ماشي احنا غنعطيو الدروس راه ما بقاش اما جيبوا مكاتب بناء على دراسات ديال مكاتب دراسات ديال خبراء كتعطيونا لا الارقام ولا هذه ولا هذه ولا هذه. اما هاد الطريقه هذه كتبان لي انا تسيء للجميع. شكرا سي العربي شكرا جزيلا على قبول الدعوه مره اخرى. شكرا سي جواد رسام على قبول الدعوه. متتبعي الفاسبريس الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله من برنامج كازا سيتي.